بجدد الترحيب بكل حضراتكم. يمكن السؤال اللي الكل بيسأله الفترة دي هو امتى هتنكسر هذه الموجة الحارة؟ على مدار الأيام الماضية كنا بنشهد موجة حارة وارتفاع شديد في درجات الحرارة، كنا بنسجل العظمى تقريبا في الظل كانت بتصل ل 40 41 درجة، وطبعا مع التعرض لأشعة الشمس بيزيد الشعور أو الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة ليكون 43 و44. السؤال الآن متى تنكسر هذه الموجة الحارة؟ وخليني اقول لحضراتكم انه خلال الساعات الاخيره بدانا نشعر ببدايه الانكسار بالفعل في الموجه الحاره وانخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحراره. خلونا نعرف التفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. اهلا بحضرتك يا دكتور منار. اهلا بيك يا استاذه جرمين، واهلا بكل متابعي اليوم السابع. اهلا بحضرتك. يمكن خلال الساعات الاخيره بدانا نشعر بالفعل بانكسار هذه الموجه الحاره، لكن بنقول انه انخفاض طفيف، في ارتفاع لسه في نسب الرطوبه. وطبعا بالفعل يمكن احنا من امس بدات تنخفض قيم درجات الحراره عن الايام الماضيه، لان احنا كنا ذروه الارتفاعات الخميس والجمعه الماضيين، كان عندنا ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحراره مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، لكن من امس بدات قيم درجات الحراره تنخفض بمعدل 4 درجات. لسه ايوه في نسب رطوبه في الجو، يمكن ده اللي مخلي الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره انخفاضات طفيفه، لكن طبعا الماضية اللي كان فيها ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. اليوم كمان الحد هيكون فيه مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة. احنا متوقع عظمى على القاهرة الكبرى في الظل نسجل 35 درجة مئوية، وطبعا دي تعتبر حول المعدلات الصيفية المعتادة، ده بسبب ان احنا هنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة، هيعمل بشكل كبير على توزيع الرطوبة في عمود الهواء، فيقلل بعض الشيء احساسي بنسب الرطوبة. كمان مع مصادر الكتل الهوائية الشمالية، فده العوامل دي كلها هتساعد ان قيم درجات الحرارة ما يكونش فيها ارتفاعات وتكون حول المعدلات الطبيعية، وده هيكون في معظم محافظات الجمهورية خاصة في المحافظات الشمالية. هنلاحظ فترات الصباح الباكر وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه بتحجب جزء من اشعه الشمس فتساعد على تلطيف الاجواء، لكن في فترات الظهيره مع شده الاشعه الشمسي قيم درجات الحراره تكون حول المعدلات، والاجواء الحاره الرطبه فتره النهار في المحافظات الشماليه حتى القاهره الكبرى، اجواء شديده الحراره رطبه في المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون فتره النهار. فترة الليل مع غياب أشعة الشمس هنحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، ده طبعا مع غياب أشعة الشمس، وكمان هيكون في نشاط الرياح، سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، وجود نشاط رياح محسوس طبعا ده فترات بيقلل اضطراب في حركة الملاحة البحرية. هو طبعا بالفعل هيؤدي ليه اضطراب مش في الملاحة البحرية، هيؤدي لارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط بشكل كبير. سرعات الرياح على البحر المتوسط ترتفع وتكون ما بين 30 ل 50 كيلو متر على الساعه، فبالتالي ارتفاع موج على الشاطئ من 1.5 ل 2.5 متر. فهو البحر المتوسط لو احنا قلنا هيكون مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن اعمال التنزه والسباحه واعمال المصايف لازم ياخدوا حذرهم بقدر الامكان، لان ارتفاع الامواج ده غير مناسب للسباحه واعمال التنزه في البحر المتوسط. البحر الاحمر معتدل ومؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن كمان نشاط الرياح في فترات المساء وساعات الليل هيخلينا نحس بنسمات الهواء اللطيفه خاصه في المدن الجديده او الاماكن المفتوحه، يقلل احساس النسب والرطوبه، فهنحس ان في انخفاض في قيم درجات الحراره ان شاء الله. كمان نشاط الرياح هيؤدي لاثاره بعض الرمال والاسفنه في المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد، هيكون عليهم بعض الأتربة والرمال المثارة، لكن المحافظات الشمالية ما فيش إن شاء الله أي أتربة ورمال مثارة. الانخفاض في قيم درجات الحرارة وقيم درجات الحرارة اللي تعتبر حول المعدلات مستمرة معانا حتى يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله بكرة وبعده، عظمى على القاهرة الكبرى 35 ل 36 درجة مئوية، استمرار المنخفض الجوي واستمرار نشاط الرياح، وأيضا استمرار ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط. لكن اعتبارا من يوم الاربع اللي جاي كان ده نوهنا عنه في نشراتنا ان هتبدا قيم درجات الحراره ترتفع، لكن ارتفاعات طفيفه جدا عن الايام دي، يعني قيم درجات يعني الحراره معدل ترتفع كام طبعا درجة يا دكتور؟ انا في معدل من 2 ل 3 درجات، فده هيؤدي لاحساسنا يعني مع وجود نسب رطوبه في الجو ان الطقس اصبح اكثر حراره من طقس بدايه الاسبوع ان شاء الله، وده هيستمر بقى معانا الاربع
وحتى بدايات الاسبوع المقبل باذن الله. بس اللي بنأكد عليه ان اي قيم درجات حراره بنقولها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل، حتى كمان المحسوسه ان ننبه عن الرطوبه اللي بتكون اعلى من القيم اللي احنا بنقولها من درجتين لثلاث درجات. يعني اليوم محسوسه على القاهره الكبرى 37 ل 38 درجه مئويه، دي ايضا في الظل. تعرضي ممكن يخليني احس بقيام درجات حراره مرتفعه اكتر كمان. فعشان كده احنا بنقول لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في الفترات الظهيره، وخاصه من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 5 العصر، لان شده الاشعه الشمسي بتكون عاليه بشكل كبير في الوقت ده. فبقدر الامكان لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس. عدم الوقوف تحت صحيح. اشعه الشمس الطويله تجنبا لاي اجهاد حراري. انا تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، والملابس تكون بقدر الامكان قطنيه وفضفاضه فاتحه اللون في انخفاض في الحراره او حتى في ارتفاع في الحراره، لان احنا حتى لو في انخفاض في الحراره دي الاجواء الصيفيه المعتاده اللي بيبقى فيها نسب رطوبه مرتفعه، واللي متوقع ان نسب الرطوبه دي تستمر معانا كمان في شهر 8. احنا عندنا شهر 7 وشهر 8 هم ذروه فصل الصيف بسبب ارتفاع نسب الرطوبه. دكتور طبعا نصائح مهمه جدا، لكن كمان الملاحظه الحقيقه انه دايما بيكون الموجات الحاره بتكون في الويك اند او في عطله نهايه الاسبوع زي ما بنقول، لانه على ما بتنكسر هذه الموجه الحاره بنكون في نهايه الاسبوع. هو طبعا يمكن بالفعل احنا الموجه الماضيه واللي كانت قبلها كمان احنا لاحظنا ان احنا خميس وجمعه او جمعه وسبت مش مرتبطه غير بالتوزيعات الضغطيه، يعني هي ما لهاش ربط غير بالتوزيعات الضغطيه، ان احنا عندنا التوزيعات الضغطيه بتبدا تختلف هي مش مرتبطه. بس احنا الموجات اصبحت عندنا زي ما بنقول كده موجات متكرره، عدد الموجات بقى يتكرر بشكل كبير. فهنلاحظ ان اغلب ايام الشهر عدد الايام اللي فيها ارتفاعات هي اكبر بكتير من عدد الايام اللي بيكون فيها اعتدال او فيها انخفاض قيم درجات الحراره. ده ملاحظ بشكل كبير خلال هذا العام، لاحظناه في شهر 6 وكمان في شهر 7 مع طبعا وجود نسب رطوبه. في تغير مناخي بشكل كبير بيأثر علينا واحنا لازم نبدا نتكيف معاه، لان بدا يتغير عن اللي احنا متعودين عليه في السنوات. صحيح، يمكن قبل كده كانت الموجات بتكون اقل وبتكون عدد ساعات اقل او عدد ايام اقل، اللي هو يومين فيهم ارتفاع في درجات الحراره وبعدين بتنكسر هذه الموجه، بنتكلم من 5 ل 6 ايام. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. شكرا ليكي فندم. شكرا لحضرتك. يعني زي ما قالت لنا دكتور منار لازم ان احنا نبدا نتكيف، هي دي تداعيات التغير المناخي، ان احنا بنشهد موجات حاره متكرره بشكل كبير. بتكون هذه الموجات يعني من سماتها ان هي طول ايام هذه الموجات، وبعدين تنكسر هذه الموجات الحاره لمده يومين او 3 بالكثير ونعود ل موجة حاره اخرى. دي كانت ابرز التفاصيل الخاصه بحاله الطقس خلال الساعات والايام المقبله. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.